اهلا ومرحبا بكم مشاهدي الاحبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في حلقه جديده من حصاد الايام وابرز ما راح نتابع بحلقتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه. اليوم قد تسجل ساعات تاريخيه في عمر الازمه السياسيه بعد ان نجح البرلمان في عقد جلسته النيابيه وحسم اهم الاستحقاقات الدستوريه برغم ما احاط بها من افعال مستهجنه كانت تستهدف سلامه انعقادها، لكنها أبحرت السفينة وحملت آراء متعددة تمثلت في الواقع إلى جولتين من الانتخاب السري في الفضاء الوطني ليكون الناتج رئيسا للبلاد ينهي حالة الانغلاق، وقد بدأ ذلك عمليا مع تكليف مرشح الإطار بإعداد تشكيلته الوزارية لندخل في مرحلة نسميها بدء العد التنازلي والاقتراب من انهاء الأزمة المستحكمة منذ عام. فما جرى اليوم يمثل انتصارا حقيقيا لإرادة الشارع ونوابه المطالبين بالالتزام بالمسارات الديمقراطية وفك العقدة السياسية. أما في الجانب الآخر من ملفات حصادنا لهذه الليلة، بعد طي صفحة الجاثوم اللي وثب على جسد المشهد السياسي، اليوم بدأت صفحة جديدة ومهمة جدا بتاريخ البلد، وهي مرحلة إعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي، لكن هاي المرة بعيدا عن حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها، بل بمحمد الشياع السوداني المكلف الجديد اللي طرح منهاج الوزاري حتى قبل أن يتم الاتفاق عليه بين الفرقاء. اليوم المرحلة مرحلة تنفيذ على أرض الواقع ليتم تحقيق ما اتفق عليه من توفير الخدمات. إذن مشاهدي الأحبة، هذه ملفات راح نناقشها بكل تفاصيلها مع ضيوفنا الكرام، تفضلوا بالبقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا. بعد مرحلة من الجمود والانغلاق السياسي، تمكن مجلس النواب اليوم الخميس من عقد جلسته النيابية وانتخب رئيسا للجمهورية وشرع في خطوات قربت المشهد من تشكيل الحكومة وجعلتها قاب قوسين أو أدنى. خلونا وياكم مشاهدي الأحبة نفتح هذا الموضوع بأبعاده ومآلاته، لكن بعد مشاهدة آراء نواب الذين حضروا هذه الجلسة. هذه اليوم بالنسبة للعراقيين يوم جيد، لأنه هذه مفتاح لحل المشكلات الأخرى، خصوصا لتشكيل الحكومة والانسداد السياسي وخلافات بين الأطراف السياسية في العراق. يمكن هذه خطوة الأولى وخطوة إيجابية. يعني واقعا اليوم احنا فرحين جدا بهذا الانجاز، نعتبر هذا الانجاز هو يعني انقاذ للعمليه السياسيه والديمقراطيه في العراق. انتخاب رئيس الجمهوريه هو الخطوه الاولى لتحقيق القضايا الدستوريه المهمه والاستحقاقات الدستوريه المهمه. ان شاء الله سوف يتم تكليف مرشح الكتله الاكبر اللي هو الاستاذ محمد الشياع السوداني لتشكيل حكومته. انتهت التشكيل انتخاب عفوا رئيس الجمهوريه، اكيد لازم حاليا يتم تكليف محمد الشياع السوداني ويكمل الكابينه الوزاريه مالته خلال شهر ويقدمها حتى يصوت عليها. اليوم تشوفونكم فراجه بهاي؟ الحمد لله اكيد، حتى تشوف الوضع اعتقد صارت هاديه، حتى الناس صارت يعني داخل الجلسه، لانه باعتبار ما طلعنا اكو تفاؤل اكو امل ان شاء الله بلكي تفرج الايام القادمه راح تتوضح. الحمد لله تم انتخاب السيد عبد اللطيف كرئيس الجمهوريه، وهذه خطوه جدا مهمه، الخطوه الاولى. والخطوه الثانيه الحمد لله والشكر في نفس الوقت تم تكليف السيد محمد الشياع السوداني. ان شاء الله نوعد اهلنا وناسنا انه تكون هذه الحكومه حكومه خدمات، ان شاء الله راح نكون الرقيب عليها اول باول. بعد عام من ماراثون سياسي وجلستان لم يكتب لها النجاح، ها هو البرلمان ينجح في استكمال اهم الاستحقاقات الدستوريه، خطوه متقدمه للعبور نحو مرحله تاليف الحكومه الخدميه بحسب نواب. من داخل الدائره الاعلاميه لمجلس النواب، علي حبيب، بغداد. مشاهدينا الاحبه مجددا حياكم الله، ارحب بضيفي الكريمين الدكتور اسامه السعيد استاذ العلوم السياسيه في جامعه النهرين، وكذلك الاستاذ نسيم عبد الله السياسي المستقل. اهلا ومرحبا بكم ضيوفي الكرام، حياكم الله. ابدا مع حضرتك دكتور اسامه، يعني عام مضى بما له وما عليه، ولكن نبدا من مآلات ما حدث هذا اليوم.
تابعت صفحة حضرتك وشفتك نشرت أنه كتاب في الموارد المائية لرئيس الجمهورية. وهذا أنه هذا الموضوع يبشر، يعني نقرأ الأكاديميين عندما يتعاملون بالسيميائية بأنه هنالك نقاط يركزون عليها. فمؤهلات هذه المرحلة اليوم اللي حدث رئيس جمهورية وتكليف رئيس وزراء، شلون نشوف أن الموضوع؟ نعم، شكرا جزيلا تعال حضرتك أستاذ أحمد المحترم والأخوي وزميلي العزيز دكتور نسيم والمشاهدين قناة الأيام، شكرا على الاستضافة. يعني تقريبا يوم سنة وثلاثة أيام صار، يعني مخاض طويل، أزمات، تظاهرات، صارت مواجهات عسكرية، محكمة اتحادية بالأسخاط وتقاريرها، يعني كانت سنة يعني محمومة بالأحداث ومليئة بالتطورات. لذلك كل يوم كل عراقي بصراحة يعني يمكن اليوم صارت شلون نقول أحلامنا وطموحاتنا يمكن كلش صارت بسيطة، أنه إحنا بعد ما نريد تغيير جذري ولا نريد تحول بمسار بقدر ما نريد أنه تشكل حكومة، هذه الحكومة تقوم بالحد الأدنى للمواطن، تقر موازنة، ترجع الرواتب مال اللي مسخة عقودهم، الأجور اليومية، على الأقل تعطيكم فرصة عمل للخريجين، حملة الشهادات العليا، عندنا مشكلة بالمياه وأزمة مياه يعني تحتاج سياسات عاجلة وسريعة حتى وزارة الموارد المائية تتكيف فيها ووضعها. لذلك يعني اليوم انا اعتقد ماكو عراقي مفرح هسه بصرف النظر انت المن تأيد والمن يعني المن منتخب، لكن اليوم هو انه انت تخرج الى مرحله جديده، حكومه كانت مكبله، حكومه عليها مؤاخذات كثيره، مخالفات كثيره، ملفات يمكن ما نريد نذكرها الان حتى لن تحسب، وان كان ثاني انتقد يعني قبل هاي الفتره انتقد هاي الحكومه، لكن اليوم الكل يفكر بامل، يعني اكو امل على الاقل بالتغيير حتى لو كان هذا التغيير بسيط. اكو دفاع حقيقي واضح من رئيس الوزراء المكلف، اكو حماس حتى في داخل مجلس النواب، يعني يمكن احنا مراقبين كل الدورات السابقه ما كان بهذا المستوى من التأييد، من يعني الالتفاف، محاوله الوصول الى نتيجه، حتى المكونات احنا بنتحدث نقول كرد ونقول سنه ونقول شيعة، يعني كلها تقريبا متفقه، بدأت تعرف وين المواطن الخلل، وين المشكلة. تعالوا خلينا نتفاهم، تعالوا نحل هاي القضية إذا ما يتعلق بإقليم كردستان، تعالوا خلينا نحل أي موضوع يتعلق مثلا ب مثلا إذا كان قضايا مالية، قضايا تصدير نفط، منافذ حدودية. أنا أعتقد الكل وصل إلى مرحلة من النضج، ما عاد إنه نبقى في ظل مناكفات مفتوحة بدون نتائج، بدون شيء متحقق للمواطن. اليوم ما يعانيه ابن السليمانية وابن الأنبار وابن البصرة وابن النجف، هو تقريبا واحد ترى، يعني نفس المشاكل، هي مع الاختلاف بالبيئه والمناخ اللي قد يعيش الواقع الاجتماعي الواقع السياسي، لكن هي الان اعتقد التحدي واحد. نعم، ذكرت السليمانيه، وايضا ينضم معي عبر السكايب من السليمانيه سيد غازي كاكاي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حياك الله سيد كاكاي. نتحدث عن جلسه اليوم لمجلس النواب اللي صار بها اختيار لترشيح رئيس الجمهوريه وتكليف لرئيس الوزراء. بهذه الحاله نقدر نقول طوينا صفحة عصيبة من تاريخ العراق الحديث، وبالتالي الفضاء الوطني صار هو الحاكم، مجلس النواب اليوم دوره هل أدى بالصورة الصحيحة من وجهة نظرك؟ نعم، تحية لك ولضيفك الكريم ومشاهدين العزاء. يعني حقيقة اليوم كان يوم تاريخي باعتبار أطول فترة من انتهاء انتخابات وتأخير تشكيل حكومة أو تكملة الاستحقاقات الدستورية، يعني في مرينا بمراحل معقدة عصيبة حساسة خطرة، لكن اليوم يعني بهمة الجميع، القوى السياسية، قادة الكتل، البرلمانيين، استطعنا تجاوز هذه المرحلة. استطعنا اليوم صراحة اليوم البرلمانيين نرفع لهم القبعة باعتبار استطعنا تكملة النصاب لاختيار رئيس الجمهورية، واليوم تم انتخاب رئيس الجمهورية، وأي مواطن عراقي وكل الأحزاب والكتل السياسية وأي مراقب يهمه بأن نذهب إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت باعتبار هناك مشاكل كثيرة يعاني منها العراق، تحديات كبيرة داخلية وخارجية، ومنها التحديات الاقتصادية المهمة اللي يهم المواطن العراقي. اليوم الاتحاد الوطني استطاع فوز مرة أخرى بهذا المنصب، وأن يعيد التوازن السياسي كما كنا نقاتل، كنا نقول يجب أن نحافظ على الأوزان السياسية في العملية السياسية.
لأن بالشراكة والتوازن والتفاهم والتوافق نستطيع الذهاب بالعراق إلى بر الأمان وعدم تخطي الأحزاب والكتل والمكونات، باعتبار أن النسيج الاجتماعي العراقي يختلف، يجب مراعاة كل مكونات العراقية. لذلك تجاوزنا هذه المرحلة، يجب أن نركز في المراحل القادمة للذهاب إلى تكملة استحقاقات الأخرى. طيب. تشكيل حكومة بأسرع وقت. طيب. بالتأكيد هذه تحدث بالعودة مرة أخرى على طاولة الحوار، والدكتور لطيف رشيد أحد طلاب مدرسة الراحل إمام جلال، يعني الدكتور رشيد يعتبر من مؤسسين الاتحاد الوطني، لأن كان جنب بجنب في سنة 75 وأول تأسيس الاتحاد وانطلاق الثورة الجديدة، كان جنب إلى جنب مع الراحل إمام جلال. طيب. هو في ذلك الوقت لم يرد بأن يكون اسمه ضمن المؤسسين، وفي نفس الوقت هناك صلة قرابة بأن الرئيس بافل طالباني فترة انشغال الرئيس الراحل إمام جلال بالنضال في كردستان والجبال، عاش في بيت خالته أو بيت الدكتور عبد اللطيف، لذلك هناك علاقات وطيدة كما ذكر الرئيس بافل طالباني. في مراحل سابقة والمرحلة الحالية والقادمة سيكون داعما لمرشح الاتحاد أو رئيس الجمهورية حصة. طيب. الاتحاد، رؤية الاتحاد ثابت على رؤيته كما كنا نريد رئيس لجمهورية العراق ليس للاتحاد والديمقراطي. الآن الدكتور عبد اللطيف رشيد هو رئيس جمهورية العراق. نعم. يجب أن يكون همه مواطن البصرة قبل السليمانية، مواطن الموصل قبل أربيل. لذلك أحسن الاتحاد سانده وبقية. طيب. القوة السياسية بكل تأكيد، لأن مررنا بمراحل حساسة. سيد غازي، نعم هذه المراحل الحساسة خلينا نناقشها أيضا مع الأستاذ نسيم عبد الله. دكتور نسيم، نتحدث لحد البارحة في هذا البرنامج ناقشنا كل الاحتمالات، كان من ضمنها لربما لا يكتمل نصاب الجلسة، لربما تحدث بعض المتغيرات اللي تحول دون انعقادها، ولكن اليوم اكتمل النصاب. من اكتمال النصاب قلنا يجوز راح تمضي اختيار قضية اختيار رئيس الجمهورية، ولكن لا يتم التكليف لرئيس الوزراء، تم التكليف. خلينا عقدة أخرى لربما راح يطول أمد الحوار بين الكتل السياسية في قضية التشكيل، وهي 30 يوم حسب المدة الدستورية. الحراك الذي سبق كل هذه الجلسات من قبل سيد الشيع السوداني حول المنهاج الوزاري، كيف تنظر إليه؟ وبالتالي قد راح نحتاج وقت ل هذه المسألة، مسألة الكابينة الوزارية. نعم أستاذ أحمد، في البداية تحية لحضرتك وتحية إلى أخي الدكتور أسامة العزيز. حقيقة الأمر يعني من يتابع سير إدارة الإطار التنسيقي للمفاوضات تشكيل الحكومة أعتقد يعني تكون لديه الصورة واضحة. أعتقد من بعد انسحاب الأخوة في التيار الصدري أصبحت الأمور واضحة لدى الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة. بالنتيجة هنالك واقع الآن يجب على السيادة وعلى الحزب الديمقراطي أن يتعامل مع الإطار، باعتبار اليوم الإطار أصبح قوة ولديهم العدد الكافي لأعضاء مجلس النواب داخل مجلس النواب، وبالتالي هم تعاملوا مع الواقع. حقيقة اليوم الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة أعتقد فهموا الرسالة، وهذه الرسالة هي واضحة بأن الإطار هو القوة الكبرى داخل مجلس النواب، وبالتالي تعاملوا بواقعية. حقيقة الأمر المتابع للوضع السياسي وسير المفاوضات، حقيقة احنا فهمنا وعرفنا على أن هذا اليوم حتما سوف يتم اختيار رئيس جمهورية، لكن ما هو السيناريو؟ قد يكون هناك سيناريو آخر. نعتقد اليوم من يصوت على من صوت على اختيار رئيس الجمهورية ليس تحالف السيادة والحزب الديمقراطي. نعم. صوت على اختيار السيد عبد اللطيف رشيد الإطار وبقية المكونات. نعم. يعني بالنتيجة هنالك انتقال من حالة كان الأخوة فيه تحالف، اليوم الإطار التنسيقي مع الأخوة في الحزب الديمقراطي والسيادة أصبحوا كأنما هم جزء واحد، وبالتالي هذا راح ضمن فضاء وطني، راح تعكس لك مرحلة هي مرحلة حتما سوف تكون أفضل من المرحلة السابقة. الكلام اللي تفضل فيه دكتور أسامة حقيقة، احنا مرينا بسنة من التظاهرات، من الاحتجاجات، من قرارات المحكمة الاتحادية،
وبالتالي اليوم أعتقد إحنا طوينا هذه الصفحة وانتقلنا إلى صفحة هو صفحة الحوار المنطقي والعقلاني فيما بين الكتل السياسية. وأعتقد اليوم السيد السوداني قادر على أن يدير المرحلة المرحلة القادمة، نعتقد بأنها سوف تكون قيادة أفضل بحكم الواقع الذي مر فيه الإطار. حقيقة الإطار اليوم مر بتجربة صعبة جدا، هنالك مظاهرات، هنالك حقيقة واقع اقتصادي سيء، وبالتالي على الإطار التنسيقي أن يعيد عليه أن يعيد ثقة الناس إليه، وعليه أن يعيد ثقة جمهوره إليه. من خلال إيش؟ من خلال تقديم الأفضل. تعرف اليوم حضرتك اليوم إحنا ما نواجهه من تحديات، أول تحدي هو التحدي الاقتصادي، التحدي الأمني، كثير من التحديات. وأعتقد حسب ما فهمت بأن من أولى مهام السيد السوداني هو محاولة تحسين الواقع الاقتصادي وتوفير الخدمات للمواطن. طيب هذه التحديات دكتور سامي اللي صارت، يعني حتى لو حكينا من ناحية أكاديمية، ما تشوف حضرتك أنه بيها متغيرات حتى ترفض الباحثين بأمور لربما حتى جديدة على النظم السياسية؟ أي صحيح، هو فعلا يمكن احنا يعني كليتنا في علوم سياسية جامعة نهرين بغداد على الأقل حسب معرفتي يعني كتب عديد من الأطاريح ورسائل عن تجربة الحكم، عن نظرية الحكم، عن التعددية، عن المشاركة، عن التظاهرات. أعتقد في كليات القانون كتبوا عن المحكمة الاتحادية أكيد. نعم. يعني لأن تدري حضرتك أكو شيء يعني النظرية شيء والتطبيق شيء آخر، الدستور من يكتب شيء ومن يكون بالتطبيق يكون شيء آخر. لذلك العراق تجربة من التجارب يعني. نعم. اليوم اللي انفرزت على أرض الواقع، لا ننسى أنه هاي تجربتنا يعني من باب الإنصاف والموضوعية أنه هي ما كانت في ظروف طبيعية، يعني دائما ما كان أكو تحدي الأمني، مرة تنظيم القاعدة، مرة تنظيم داعش، مرة جماعات ما أعرف من يجون حتى يصفون حسابات مع أمريكا ومع غير أمريكا. لذلك إحنا ما عشنا في يعني في 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 صيرورة دولة بمناخ نسميه أو ظروف طبيعية. فضلا عن ذلك خلينا نسميها قلة تجربة الطبقة السياسية وقلة وعي حتى عموم المجتمع العراقي. أنت نظام عراق شعب كان محكوم بمنظومة دكتاتورية بالحديد والنار أكثر من 25 سنة. نعم. وفجأة في ليلة وضحاها قلت متفضل هذا النظام ديمقراطي وهذا الدستور وهي تعددية ومشاركة وما أعرف شنو. ما ممكن يعني حتى الشعب الآن من تجيب 2006 و2010 و2014 صار عنده وعي ومعرفة بالدستور غير ما هو الآن. يعني ما كان عنده هاي الرؤية والاطلاع وتفسير المواد، ويعني صار اليوم أبسط مواطن يقدر يعطيك رأي ويعطيك موقف ويقول لك هاي التفسير كذا وهذا رأي صح وهذا رأي خطأ. يعني صار ركون في هذه المراحل أكثر من اللازم يعني. إيه؟ مدة السنة ليست بالقليلة بين مو بس هاي تراكم وبين تراكم الأزمات. إحنا أستاذ أحمد مو بس هاي الأزمة، ترى إحنا قبلها ليش 2010 شلون شكلت الحكومة؟ نعم. 2014 شلون شكلت الحكومة؟ كلها عبارة عن أزمات وكلها عبارة عن مشاكل. لذلك أنا أعتقد اليوم يعني وصلنا من النضج، يعني بعد ما أعتقد أكو أحد يكون عنده عدم رؤية أو عدم دراية. اليوم ترى الناس ما رايدة شيء، يعني رايدة خدمات، رايدة فرص عمل، شوارع بنى تحتية، لأن هاي شوارع مالتنا بعد ما عدت تكفي ولا هاي المناطق تكفي. أكو عندنا نمو سكاني، نحتاج إدارة حقيقية ونحتاج رقابة. أنا قضية هاي القضيتين اللي مفقودة عندنا بالدولة العراقية، انه الاداره الصحيحه والرقابه الصحيحه. نعم. ولا الموارد بتوفره، يعني النفط اليوم صح قد يكون شوي عايشين ببحبوحه، وحتى من ينزل احنا ما نكون في وضع صعب. يعني اليوم بالمناسبه اليوم صادفت انه لبنان فشلت في انتخاب رئيس جمهوريه، احنا اليوم نجحنا. يعني دائما ما يقارنون الوضع العراقي بالوضع اللبناني، والحمد لله احنا لا احنا بس يعني نتمنى للشعب اللبناني الرفاه والاستقرار ان شاء الله، بس من باب انه احنا يعني افضل حال من اليمن مثلا، وان شاء الله نتمنى للشعب اليمني ايضا دولة. نعم. ونظام سياسي مستقر، وأفضل حال من أفغانستان، وأفضل حال من ليبيا، أفضل حال من السودان. يعني إحنا الحمد لله في وضع وتعايش وانسجام أفضل من هواية دول، بس إحنا نحتاج إرادة ونحتاج إدارة ونحتاج رقابة حتى الأمور تكون. نعم. بوضعها الطبيعي. طيب سيد غازي، يعني في ظل الفضاء الوطني اللي حدث اليوم في البرلمان وانتخاب رئيسا للجمهورية، بهذه الحالة راح نشوف أنه هذه القضية بكل أبعادها راح تنتج لنا عملية سياسية مستقرة، ما دام أن يعني هذا التوافق السياسي وهذا التوازن السياسي اللي عبرت عنه حضرتك راح يكون هو الحاكم، وهذه الحاكمة راح تستمر في الخطوات المقبلة. نعم، تحية لك مرة أخرى وأحيي ضيفيك الكريمين، وأعتذر لأن بالبداية كنت أتوقع وياك واحد، وحي ضيفيك الكريمين مرة أخرى. يعني صراحة كما أسلفت يعني باعتبار الفترة الماضية
يعني مررنا بمراحل خطرة وحساسة، والآن جميع القوى السياسية تشعر بالمسؤولية باعتبار أصبح أكثر من مرة مظاهرات وكان هناك صدامات، وبتدخل العقلاء في العملية السياسية سواء سماحة السيد مقتدى الصدر وحتى القادة في الإطار عند سحب المعتصمين. لذلك هذه المرة باعتقادي سيضحي كثير من الأحزاب والكتل السياسية من مصالحهم الحزبية والفئوية لمصلحة الوطنية، لهذه لتكون هذه الحكومة حكومة وطنية تكون لخدمة المواطن العراقي. خلنا نعطي فرصة للسيد السوداني لتشكيل حكومة خدمية، ونراقب العملية السياسية. الجميع لربما حتى سماحة السيد مقتدى صدر رأيي الشخصي يجب أن يأخذ مشورته السيد السوداني في كابينته، وباعتقادي سيكون متابع ونكون متابع للحكومة، لأن في فترات سابقة أثناء الخلاف نحن وبقية القادة سواء في الإطار والتيار وبقية الأحزاب وحتى الديمقراطي أحزاب والكتل السياسية كان همنا يجب أن نذهب إلى تشكيل حكومة خدمية تكون في خدمة المواطن العراقي. لذلك المرحلة القادمة لربما بعد تجاوز انتخاب رئيس الجمهورية سنذهب إلى التئام سياسي، سنذهب إلى مرحلة جديدة، سنذهب إلى تجاوز الخلافات وحتى في بيت الكردي باعتبار ملف رئاسة الجمهورية كان أحد الملفات الخلافية، وينتظرنا ملفات خلافية أخرى اللي هي تخص في مسار داخل كردستان يحتاج من الحزبين نحن والديمقراطي العودة إلى طاولة الحوار وحل بقية الخلافات الموجودة سواء تعديل قانون الانتخابات، تنظيم العلاقة مع بين أربيل وبغداد، كيفية إدارة الحكم في الأقليم، مقاعد المكونات، تحديد وقت بعد التمديد يجب تحديد وقت لانتخابات قادمة في أقليم كردستان. لذلك هذه التحديات بالأخص نحن والديمقراطية أمامنا تحديات مشتركة. طيب. ويجب العودة إلى الحوار مع بقية القوى السياسية وتكون الحكومة القادمة حكومة المواطن العراقي، حكومة خدمية كما كنا ندعي، ودعم الحكومة بشكل كامل كل الكتل السياسية. لذلك في فترة سابقة أستاذ غازي نفرد الملف الثاني لملامح هذه الحكومة وبرنامجها ومنهاجها، ولكن حتى نتمم هذا الملف دكتور نسيم نتحدث عن العلاقات الدولية. يعني نحن لسنا بصدد تقييم رئاسة الجمهورية السابقة، ولكن من باب الإنصاف أيضا كان هنالك حراكا دوليا على مستوى رئاسة الجمهورية. بالتالي رئيس الجمهورية الحالي إذا فتح علاقات خارجية طيبة مع دول الجوار مع الدول الكبرى، بالتالي هذا الموضوع اجكد عائديته على الأمن والاستقرار بل على دور العراق دوليا. نعم سؤال موجه. نعم أستاذ نسيم فضل. نعم أنا أعتقد اليوم يعني بصراحة نتكلم يعني حكومة السيد الكاظمي كان تركيزها أكثر شيء يعني على مسألة يعني قضية العلاقة أو المحيط الإقليمي وقضية مسألة العلاقات الخارجية. كان المفروض من السيد الكاظم عليها أن يهتم بالشأن الداخلي، لكن بصراحة ما يؤشر يعني في حالة إيجابية واحد يذكرها بصراحة، كانت هنالك إدارة لمسألة علاقة العراق مع محيطه كانت علاقة جيدة وإيجابية بصراحة. بالنتيجة ما أعتقد اليوم يعني هذا الدور راح ينحصر فقط بالسيد الكاظمي. اليوم على السيد رئيس الجمهورية على السيد رئيس الوزراء أن يأخذون بنظر الاعتبار الموقع الجغرافي للعراق، و أعتقد هي حالة الدول الآن يعني هي ما ممكن للدول يعني ما ممكن للدولة أن تعيش وحدها، بالنتيجة لابد أن يكون لديها هناك تفاعل مع بقية الدول الأخرى. العراق بحكم موقع الجغرافي بحكم ما يمتلكه من مميزات ومقومات كبيرة حقيقة قادر على أن يكون محور في المنطقة. اليوم بحكم ما نمتلكه من علاقة جيدة في المملكة العربية السعودية وفي الجمهورية الإسلامية يعني الحقيقة قادرين على أن نكون طرف إيجابي في هذه المعادلة. اليوم احنا نشاهد كل الدول تحاول ان يعني ان تستثمر ازمات دوليه. اليوم احنا شاهدنا يمكن بالامس كانت هنالك زياره لمحمد بن زايد محمد بن زايد
لما زار حقيقة روسيا كانت هنالك يعني هنالك مبادرة دولية على أن تقدم من خلال الشيخ. بالنتيجة أنا أعتقد اليوم العالم كل بحاجة، يعني الدولة بحاجة إلى دول أخرى. بالنتيجة حقيقة الأمر اليوم العراق بما يمتلكه من موقع جغرافي من علاقة متميزة قادر على أن يكون دوره محوري في المنطقة، وهذا الموضوع حقيقة يجب أن يتطور. اليوم على العراق أن يستثمر هذه العلاقات من أجل خدمة وضع الداخلي، وأن لا يكون يعني طرفا في صراع دولي. اليوم حقيقة قبل فترة كان أريد للعراق أن يكون طرف بالضد من طرف آخر، وأعتقد اليوم المعادلة الداخلية أفرزت واقع آخر، هو يجب أن لا نتأثر بالصراعات الدولية، وعلى الطبقة السياسية أن تسير باتجاه على أننا لن نكون بالضد من طرف مع طرف، وعلى الكتل السياسية أن تتبنى سياسة عراقية بعيدة عن التوجهات الخارجية. إحنا ما علاقتنا فلنفترض سين أو صاد من الدول إذا هي كانت في صراع فيما بينها، إحنا ما هو اللي يجني العراق. بالتالي اليوم على الطبقة السياسية أن تقدم نموذج للسياسة الخارجية العراقية بما يتناسب مع واقعنا الداخلي، وأن نستثمر هذه الخلافات. طيب. كثير من الدول تحاول أن تحول هذه التحديات إلى فرص، وتحاول أن تحسن من واقعها الاقتصادي. أعتقد تركيا يمكن خير مثال لنا. نعم. ضيوف الكرام تفضلوا بالبقاء معي كي نتابع بعد الفاصل. مشاهدي الأحبة كونوا معنا مجددا. حياكم الله مشاهدي الأحبة. طبعا بعد كل ما شاهدناها اليوم من وقائع لجلسة البرلمان تشير إلى إيجابية واستقرار في المشهد السياسي في فصل الجديد اللي يتسم بوجود حكومة جديدة، يعني من المؤمل إلها أن تكون قادرة على تنفيذ وتحقيق الخدمات للمواطن بعد انتهاء مرحلة حكومة تصريف المهام اللي وصفها المراقبون بالمرحلة المتعبة ومرحلة الأزمات للبلد. خلونا نفتح هذا الملف وياكم والخوض بكل تفاصيله مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير زميلتنا نهى الشمالي. حقبة سوداء يودعها المشهد السياسي بتطورات متسارعة، إذ بدأت تحسم عقدة كابوس الصمت الذي جثم على جسد العملية السياسية بعقد جلسة مجلس النواب اليوم، والتي تكللت بترشيح رئيس قصر السلام ليشرع أبوابه أمامه بعد إجراء التصويت بجولتين داخل قبة البرلمان. والحظوة الكبرى توجهت صوب المرشح عبد اللطيف رشيد ليكون رئيسا للجمهورية. فالوضع السياسي صار يتجه نحو التهدئة والاستقرار، أما المرحلة المقبلة تزهو بإشراقة لإتمام تشكيل الحكومة المرتقبة وتغير المعادلة السياسية من الحوارات وغياب التفاهم إلى استكمال الاستحقاقات، وسط مباركات سياسية وشعبية بخروج البلد من دوامة الخلافات، إذ يصرح المتابعون للشأن السياسي ببدء فصل جديد مع بداية عمر حكومة محمد شياع السوداني لتنفيذ ما جاء به من برنامج حكومي وفق ما تم عرضه بمشاورة الفرقاء السياسيين. فحكومة السوداني نالت ثقة جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية لما يحمل من صفات تراها الكتل تؤهله لتسنم هذا المنصب وتحمل المسؤولية الكاملة بخروج البلد من أزمات حكومة تصريف الأعمال التي أدخلت البلد بأزمات ومتاهات. وكما يعبر عنها المراقبون أن سوء إدارة الحكومة المنتهية ولايتها هو من زج البلد في خروقات أمنية وإشكالات سياسية. فالأنظار تتجه اليوم إلى الحكومة الجديدة بتنفيذ الخدمات التي طال انتظارها وفق منهاج حكومي تمت مداولته بين الفرقاء السياسيين، إذ نال مقبولية كبيرة، حيث تناول المنهاج الحكومي الجديد جميع مفاصل الحياة الكريمة للمواطن وتقديم الخدمات الأساسية. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجدت ترحابي بضيوفي الأكارم الدكتور أسامة السعيدي والأستاذ نسيم عبد الله والأستاذ غازي كاكائي. دكتور أسامة، نتحدث عن المرحلة الجديدة بعد أن تم تكليف المرشح لرئاسة الوزراء من قبل الإطار التنسيقي بل من قبل ائتلاف إدارة الدولة. هنا راح نتحدث عن تحديات راح يفرضها أيضا الواقع السياسي، وإحنا شلون الملشومين من المرحلة السابقة، أيضا أكثر من تكليف، أكثر من وزارة علاوي لم تؤيد وغيرها. صح. من هذه
احنا هسه حتى لو احسنتم بالضبط اكثر من مكلف. اليوم لما يتم المضي بتكليف شخص واحد وهذا الاتفاق عليه وننظر الى هذه التبعات القديمه تولد لنا ارهاصات، اكو فوارق بين المرحلتين لا تجوز المقارنه بينهم لو نستثمر انه هو اولا ظروف شارك. التكليف السابقه تدري حضرتك كانت ظروف تظاهرات وبالتالي كانت القوى السياسيه تحت الضغط ما بين انه هي تختار شخصيه يعبر عن هذا الجو السياسي الاحزاب اللي موجوده كانت في قبه مجلس النواب وما بين ضغط الشارع اللي كان يطرح الاسم ويحطون عليه اكس ثاني يوم في ساحه التحرير. لذلك يعني القرار انا اسمي اختيار سيد الكاظمي كان ضمن ظروف ضمن لحظه معينه شاءت الاقدار ان تكون البوصله له واستطاع ان يسوق نفسه مع باقي الكتل. اليوم الظرف انا اعتقد مختلف لان اليوم الكتل السياسيه لا تشعر انه تراجع نسب المشاركه معناته تراجع شعبيه النظام السياسي وتراجع شعبيه العمليه السياسيه. بالتالي بعد ما ممكن احنا نبقى نخاطر نبقى انه نبقى فقط نرضي الاحزاب ونرضي الكتل وهذا الشارع ماكو احد يرضي. ترضيه الشارع طبعا مو قضيه معنويه، لا ترضيه الشارع تكون بمنجز، يكون فد شيء على الارض، يكون اكو فد عمل، يكون اكو فد فعل حقيقي، سواء كان يتعلق بفرص العمل، يتعلق بالبنى التحتيه، يتعلق بعموم الحاله العامه اللي يعيشها المجتمع والمؤسسات الدوله والمحافظات، خاصه المحافظات اللي هي نقدر نسميها محافظات تكاد تكون منكوبه، اللي لا بها بنى تحتيه، لا بها مي صالح للشرب، لا بها كهرباء، لا بها مستلزمات صحيه، وطبعا هاي الحاله الطبيعيه بكل الدول، يعني احنا ما طالبين شيء استثنائي، رايدين مستشفى، رايدين مدرسه، رايدين شارع مبلط، ورايدين كهرباء. هذه امور يعني طبيعيه روتينيه في اي دوله، مهما كان انت مستواك الثقافي، مهما كان تحصيلك الدراسي، مهما كان عملك اللي تعمله، لازم انت عندك ضمان صحي، لازم عندك شارع مبلط، لازم اكو كهرباء تجيك، لازم عندك سكن مقبول، اكو سكن واطئ الكلفه. هذا اسوي مجمعات واطئه الكلفه وعندنا ما شاء الله مساحات شاسعه واسوي لها بنى تحتيه واعطيها للشباب. انت الشاب حتى لو ما تعطيه فرصه عمل وما تلقى فرصه عمل، قول له يا ابو هاي الشقه 80 متر وخذها مثل ما يصير باقي الدول من يبلغ سن الرشد او من يصير عمره 20 سنه، تقول له هاي الشقه وانت اطلع عن اهلك يبدي يشق حياته ويسوي له حياه مستقله. امور كثيره، سياسات كثيره، لكن تبقى وين العقده؟ قالها الاستاذ كاكائي انه احنا كون نختار شخص او نختار شخصيات تلبي طموحات الناس. البرامج الحكوميه واحنا الان صرنا بين خيارين، تجيب بصراحه تجيب وزير حزبي يحقق طموحات الاحزاب، تجيب وزير مستقل يكون ضعيف وكل الاحزاب تقوم تمشي. فاحنا ما ندري السيد محمد الشيوعي ايش رايك تجيب لنا وزير هالمره وزراء من اي نوعيه؟ طيب. مستقلين، حزبيين، ما ندري، مرات ربما اليه جديده يعني. مرات الحزبي احسن من المستقل بصراحه. اكو اليه جديده نوح عنها البارحه ضيفي من عضو تيار الفراتين وهسه ايضا نتناول على طاوله البحث، ولكن قبل هذا سيد غازي نتحدث عن هذه الحكومة المرتقبة لما وصفت نفسها بحكومة خدمات وحكومة إعمار. الخدمات والإعمار ما مشمولة بمنطقة دون منطقة أخرى، هنالك مناطق تعرضت لغزو داعش وهناك مناطق قدمت التضحية لتحرير هذه الأراضي، بالتالي الخدمات أصبحت مطلوبة من شمال العراق إلى آخر نقطة في الجنوب. شو راح تكون الموازنة و توزيع المعادلة الإصلاحية والمعادلة إعادة البناء على جغرافية العراق؟ يعني صراحة في نهاية حوارك قبل ما تنتقل على الضيف الآخر، يعني أنت أشرت إلى نقطة مهمة ولم نكمل. يعني صراحة مؤسسة رئاسة أو رئيس الجمهورية السابق الدكتور برهم استلم رئاسة الجمهورية في 2018 وبدأ المظاهرات التشرينية في 2019. يعني التحديات اللي واجهت العراق في المرحلة أنا باعتقادي بأن نجح في مؤسسة رئاسة الجمهورية، وحتى يعني حول مؤسسة رئاسة الجمهورية إلى مؤسسة أو ورشة لتقديم القوانين، كثير من القوانين منها الناجيات الإيزيديات، إعادة واردات العائدات المنقولة، لذلك كثير من أمور أخرى. يعني لذلك لحد الرئيس القادم يعني ينتظره مهام كبيرة، وفي نفس الوقت الحكومة أيضا تنتظره مهام كبيرة لتنظيم العلاقات أولا مع دول الجوار ومع المجتمع الدولي. يعني باعتبار العراق يواجه تحديات خارجية كبيرة، يعني لا ننسى يعني الخطوة الجاية للحكومة القادمة يجب تنظيم العلاقات دبلوماسيا بالأخص القصف
لحد يوم أمس وأول أمس من قبل تركيا وغير تركيا مستمرة على العراق. إلى متى؟ يعني هل معقولة إذا كان هناك شخص مطلوب للعراق هو في تركيا، هل العراق يستطيع قصف تركيا؟ لا. لذلك هناك فرق دبلوماسية لحل هذه المشاكل هذه من جهة. من جهة أخرى، يعني صراحة الحكومة القادمة أولا يجب أن تبحث عن الفاسدين، ويجب أن تقطع بؤر الفساد من جهة لكي تسيطر، وبعدها تخول المحافظات تقطع الفساد، لأن هناك المشكلة اللي عاني منها العراق الحكومة سلمت موازنات للمحافظات، لكن محافظة كان هناك فساد وأخرى أقل فساد، محافظة كان هناك فيه تطور وأخرى تعاني كثيرا. لذلك الحكومة يجب أن تكون رقيبة، وحتى عمل البرلماني الرقابي يجب أن يكون رقيب. كل البرلمانيين اللي هم جايين من المحافظات يجب أن يكونون رقيب على محافظاتهم ويراقبون الحكومات المحلية. لذلك يجب الحكومة القادمة أن تكون حكومة خدمية، ويجب أن تعطى موازنات كافية بالأخص للمناطق التي عانت جراء عمليات داعش، سواء موصل، أنبار، وتكريت، كركوك، ديالة. هذه المناطق تحتاج، يعني فعلا تحتاج الحكومة أن تقف معها. لكن لا نخفي أيضا الفساد اللي كان موجود في فترات سابقة في هذه المحافظات كانت سبب أيضا سبب لم ترتقي المحافظة إلى المستوى المطلوب. هناك محافظة تقدمت قليلا وهناك تأخرت كثيرا. لذلك يجب الحكومة القادمة تكون همها جميع المحافظات، جميع الأقضية والنواحي وحتى الأرياف، تكون هم المحافظة إيصال خدمة إلى جميع المناطق، وأيضا لديه أن تكون لديها برنامج لتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل. يعني يجب عدم الاعتماد، وحتى المواطن العراقي يجب أن يكون الدولة لديها برنامج أو الحكومة لديها برنامج لتوجيه الشباب للعمل في القطاع الخاص. طيب. ودعم القطاع الخاص لعدم الاعتماد فقط على القطاع العام، باعتبار الحكومة يعني عبها وثقيل. نعم. لا يستطيع، يعني إذا قارنا بدول الجوار، أغلب الدول نسبة الموظفين اللي موجودين في العراق والمؤسسات العسكرية يعني عبء كثير على الدولة، في ظل بأن هناك انفتاح في العراق، هناك شركات كثيرة وكبيرة، لكن يجب أن تنظم العلاقة أيضا مع القطاع الخاص، مع الشركات لتوظيف. يعني هذا كلام واقعي، احنا عندنا مشاكل دكتور نسيم هنا. أنا يعني عادة جرت العادة، خلينا نقول على هالدقمة نفصل النقبوط، نشوف شنو المشاكل اللي عندنا ونجيب الوزير الفلاني وتعاش تقدر تقدم حتى نخليها بالبرنامج الحكومي. هسه لربما اكو متغير جديد وعلى غير العادة، محمد الشياع السوداني قدم إلى أغلب الكتل السياسية منهاج حكومي، تم التداول والتباحث بهذا المنهاج حتى قبل إعلان ترشيحه أو في بواكير إعلان ترشيحه. هنا راح يصير عندنا فد قضية لربما جديدة، يثبت عندنا هذا المنهاج وبالتالي يتحول إلى برنامج وزاري ونختار الوزراء الأكفياء اللي يحققون هاي المفردات، وخصوصا انه هذا المنهاج اصبح واضح ب 25 نقطه اهمها خمس نقاط والى اخره. نعم، بالحقيقه يعني احنا تعودنا بصراحه، يعني دائما ما يتم اعداد برنامج حكومي خلال فتره يعني يمكن ايام يتم تقديمه، ويعني حقيقه يصبح يعني هو تحصيل حاصل. اللي نتمناه حقيقه أن تكون هنالك يعني فعلا جدية في مسألة تطبيق البرنامج الحكومي، والبرنامج الحكومي المفروض ما يكون يعني يطلق خلال أيام أو أسبوع أو شهر. حقيقة الأمر يمكن الأساتذة ودكتور أسامة يمكن يعرف بالتحديد الأساتذة الأكاديميين، مسألة يعني تحديد احتياجات وإعداد برنامج حكومي ما أعتقد يحتاجنا يمكن لا شهر ولا شهرين. إحنا بحاجة إلى يعني دراسات معمقة بالتحديد، يعني إحنا يجوز مو أصحاب اختصاص، لكن يمكن أصحاب المتخصصين في مجال الاقتصاد والعلوم الأخرى هم يعني أعرف بمسألة إعداد البرنامج الحكومي. البرنامج الحكومي يحتاج إلى فترة طويلة، يحتاج إلى
منهاج مستمر، يعني مو اليوم احنا البرنامج الحكومي اللي يقدمه السيد الكاظمي يختلف عن البرنامج الحكومي الذي يقدمه السيد السوداني. احنا بحاجه الى سلسله وبحاجه الى ان يعني تكون لدينا رؤيه. اليوم بدا البرنامج الحكومي في فتره السيد المالكي، وعلى السيد على الساده رؤساء الوزراء الاخرين عليهم ان يكملوا هذا البرنامج من اجل يعني ايجاد يعني حلول حقيقيه للازمات اللي نعيشها. اللي يحدث الان مع الاسف في كل الحكومات السابقه يتم اعداد برنامج حكومي لفتره او خلال ايام ويقدم باعتبار يعني اساس قبول المرشح لرئاسه الوزراء هو ان يقدم برنامج حكومي. بصراحه نتمنى ان تكون هنالك رؤيه حقيقيه، نتمنى ان تكون هنالك سياسه اقتصاديه حقيقيه. احنا اليوم يمكن اكثر مشكله، يمكن الكل يعني يعرف هذا الموضوع، اكثر مشكله اللي اليوم نواجهها هي قضيه المسائل اللي متعلقه بحياه الانسان او المواطن البسيط، اللي هي مساله تحسين الواقع الاقتصادي، توفير الخدمه، توفير الطاقه الكهربائيه، اللي هي امور حقيقه بسيطه. اليوم على السيد السوداني ان يقدم يعني حلول حقيقيه وخلال فتره محدوده. حقيقه كثير من الفترات يتم تقديم برنامج حكومي لكن يبقى هذا البرنامج الحكومي يمكن حتى ما يطبق. احنا اذا اردنا نقارن حقيقه حتى البرنامج الحكومي اللي عندنا يقدم برنامج حكومي لكن لا يتطابق مع التشريعات اللي يقرها مجلس النواب، يعني احنا بالنتيجه ما عندنا سياسه تشريعيه تنسجم مع البرنامج الحكومي، والسلطه التنفيذيه لا تقدم حتى قوانين تنسجم مع برنامجها الحكومي. طيب. بالنتيجه احنا حقيقه يعني نعيش في دوامه، وبالنتيجة ما راح نجد حلول لمشاكلنا وتبقى الحال على ما هو عليه. بالتالي اليوم على السيد السوداني أن يستفيد من التجربة السابقة. حقيقة احنا مرينا بكثير من التجارب المرة، هنالك تظاهرات يعني احنا من 2019 بالإضافة إلى تجاربة شخصية يعني بصراحة في البرلمان أو في الحكومة. نعم. أستاذ نسيم من أقاطع اذا تسمح لي أستاذ أحمد المرة تسمح لي حتى يعني أكون منصف بالوقت. دكتور أسامة، يعني البارحة في مكان حضرتك كان جالس أحد الضيوف نهاد عياد عن تيار الفراتين، نوه عن أنه هنالك آلية لاختيار الوزراء بلجنة تشكل لهذا الغرض، وكل حزب يقدم من 3 إلى 4 مرشحين لوزارة معينة، لكن حرية الاختيار تبقى للسيد المكلف. جيد. في هذه الآلية نقدر نعرف تعريف إجرائي أنه المستقل ليس المستقل حزبيا، وأنما المستقل بقراره بأن يكون تابعا لقرارات مجلس الوزراء وليس لقرارات الحزب؟ يقدر السيد السوداني يفرض هذه النظريه على من يختار في الكابينه؟ هو شوف استاذ احمد، يعني اكو قضيه قاعده مهمه لنجاح السيد رئيس الوزراء المكلف الحالي او رئيس الوزراء، انه الاحزاب تعوفه يشتغل. يعني العبره مو بس انه في موضوع اختيار الوزراء، لانه حتى من يباشر مهام عمله راح يكتشف مخالفات، راح تكتشف تجاوزات، راح يلقى امور كثيره سلبيه راح يعالجها. طبعا هاي من المعالجه راح تستهدف مصالح احزاب، احنا ندري انه كل الاحزاب عندها نشاط اقتصادي وعندها نشاط تجاري، فمن راح يبدي يتخذ قرارات يريد يقوم اعوجاج العمليه السياسيه راح يخسرون، هم راح يتحاسبون راح يتغرمون، فهم لا بعدين يرجعون يضغطون عليه يقولوا لا انت شو تسوي شو تحولت علينا. لا، ما هو جزء من الوضع العام اللي احنا به، هو انتم نكون واقعيين، ليش نغلط نفسنا؟ لذلك ان يترك رئيس الوزراء يمارس مهامه والكل يخضع للقانون. حزب يعني انت ابسط امور وزاره الموارد المائيه تقول لهم مثلا يا ليش ما حصص المحافظات؟ يقول لك اكو بحيرات مرتبطه بشخصيات نافذه، ما نقدر نغرق هاي البحيرات، كل بحيره 4 كيلو 5 كيلو والمي ما يوصل هاي الناس الفقراء خطيه اللي يزرعون والعائل للحله ما يوصل. هاي ابسط من الامور، هاي ابسط امور يعني ما اقول لك على شركات وعلى يعني عقود تجاريه. نجي على الوزير هل هو خاضع لحزبه؟ لا، هو خاضع للرئيس. طبعا هو قانونا واداريا يخضع لقانون مجلس الوزراء وتحت رقابه مجلس النواب. نعم. ماكو شيء يقول انه هو خاضع لمن لكتله حزبيه او سياسيه، لكن شنو القضيه؟ شفناها على الاقل بهاي الحكومه الحاليه، انه الوزير المستقل يكون شخص مثل ما نقول بمعنى الدارج ما عنده ظهر. وبالتالي يا حزب اللي يجي اي نائب يجي يحاول ان يمرر ما يريده. طبعا من يجي ما يريد يمرر طبعا بمخالفه، يعني لا تتوقع انه الكتله او النائب يجي يطلب طلب من وزير، يعني في الاعام هسه ما اريد اقول الكل، لكن اغلب الطلبات هي طلبات بها تجاوز على القوانين. نعم. بها تحتاج استثناءات. انا احكي لك عن التربيه، احكي لك عن التعليم العالي، يومي احنا صدر قرار العيون نائب جايب له طلب اطو دور ثالث،
مناشدات جايبين الاسئله صعبه طوك يرف مثلا، وبعدين يقولون شو احنا طلعنا من التصنيف، شو الجامعات العراقيه ما حد يعترف بيها ايابه، اذا انتم بقيتوا سمعه للجامعه ياهو الراسب احنا كنا النجحه. زين اذا كل واحد يدخل الجامعه، كل اللي يدخلوا الجامعه كلهم يتخرجون، لعد وين الرسانه بالموضوع؟ يعني كلهم اللي طبهم كلهم يفتهمون؟ لازم احنا ما حد يرسب عندنا، ولا حد يطلع دور ثاني، ولا حد يعيد السنه، ولا حد يقولوا له انت مكمل، والجميع ناجحون، ماكو شيء، ماكو هذا التعليم بالعالم. وهذا نموذج يطلق انا بدي احكي على التعليم بالضبط، يعني هو وقيس على الدفاع، وقيس على الداخليه، هاي دفاع واحد ينقلوه من محافظه لمحافظه، جاب له نائب، جاب وزير الدفاع، هذا شلون تنقلوه لي رجعوا وقوا يم اهله لازم يداوم، ماكو شيء بالعالم. انت لو دوله اداره حقيقيه وضوابط وتعليمات واقدميه، لو انت راح تبقي الدوله، وهذا التصدي بحاجه الى قوه طبعا، يراد له شجاعه ويراد له مكاشفه، يعني مو بس الوزير يكون شجاع، الوزير يكون شجاع من رئيس الوزراء يكون شجاع، من يكون رئيس الوزراء قوي، من يعرف انه هو من راح يضرب النائب او يرجع الطلب مالته ويقول له هذا الطلب مالتك مخالف للتعليمات، مو بعدين يجوا يسووا الاستجواب للوزير لو يطلعون عليه شهروا بالمواقع التواصل. ها هي الواقع المرير. هذه قضيه ايضا احنا راح في حلقاتنا الجايه اكيد راح نتواصل حول هذه الاجراءات اللي راح ترافق العمليه السياسيه من اختيار وتهيئه الكابينه الوزاريه. اتقدم شكر جزيل حضرتك الدكتور سامي السعيد الاستاذ العلوم السياسيه في جامعه النهرين، والشكر كثير لحضرتك الاستاذ نسيم عبد الله السياسي المستقل اثريت الحوار في ملفين، وشكري الكثير للاستاذ غازي كاكاي عضو الاتحاد الوطني كردستان انضمت معي عبر سكايب من السليمانيه. شكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله. We'll be right back.